يترقب الجميع ما سيحدث في لبنان. قرار الحرب ستصل تداعياته إلى بغداد، حيث الفصائل العراقية المتحمسة للمشاركة وسط مخاوف حكومية وتحذيرات أمريكية متكررة من مغبة الإقدام على هذه الخطوة. ومؤخرا أعلنت الفصائل الموالية لإيران انهيار الهدنة مع واشنطن التي جرت برعاية من رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، لكن التنسيقية العامة لما يعرف بالمقاومة الإسلامية التي تتبنى الهجمات ضد القواعد الأمريكية اتهمت الحكومة بالتخاذل بإخراج القوات الأجنبية، وهو ما يعيد التصعيد إلى الواجهة. ويوم الثلاثاء نقلت مصادر عن قادة بالفصائل أن الهدنة مع الجانب الأمريكي انتهت، وما تم منحه لحكومة السودان كان كافيا، مشددا على أن الفصائل في أتم الجهوزية لبدء عمليات نوعية ضد الوجود الأمريكي. الفصائل أوقفت العمليات لإفساح المجال أمام الحكومة العراقية لتأخذ بزمام المبادرة باتجاه وضع حلول لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد، ولكن هذا لم يحدث وفقا للمصادر. وكانت استراتيجية الفصائل قائمة على أساس ضرب القواعد الأمريكية، لكن يرجح أن يتغير الوضع الآن بحيث تنتقل المجاميع المسلحة لضرب كل ما هو أمريكي، بإشارة إلى الشركات والمطاعم وحتى المصالح الأمريكية، بالإضافة لحقول النفط والمطارات التي تضم أمريكيين. بالمقابل يعتقد أن واشنطن ستزيد من الضغط على الجماعات المقربة من إيران، وربما سيكون خيار توسيع العقوبات هو السيناريو الأكثر ترجيحاً. وتعني العقوبات بالدرجة الأساس تقليص العلاقات الدبلوماسية مع بغداد التي تمنح الفصائل شرعية سياسية تحت غطاء هيئة رسمية. فهل سيكون العراق مقبل على صدام مباشر بين الفصائل والأمريكيين بسبب الحرب اللبنانية؟